إذن في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة، امتدت المخاوف إلى المجال الجوي لتدفع شركات الطيران العالمية إلى البحث عن خيار أكثر أمناً لطائرتها. الخطوط الجوية السنغافورية ومثلها البريطانية ومجموعة لوفتهانزا الألمانية زادت من رحلاتها فوق أفغانستان بعد سنوات من تجنبها إلى حد كبير. ورغم توقف خدمات مراقبة الحركة الجوية فوق أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة، إلا أن شركات الطيران تعتبر أن الأجواء بين إيران وإسرائيل أكثر خطورة من المجال الجوي الأفغاني. ووفقا لتحليل أجرته رويترز لبيانات موقع فلايت رادار 24، كان عدد الرحلات الجوية فوق أفغانستان في الأسبوع الثاني من أغسطس أكثر من 7 مرات من الرحلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. لكن رغم ذلك، ذكرت مجموعة OBS لسلامة الطيران أنه لا يوجد ضمان لسلامة الطاقم أو الركاب إذا اضطرت أي طائرة إلى الهبوط. وفي غياب مراقبة الحركة الجوية فوق أفغانستان، يتحدث الطيارون الذين يعبرون أفغانستان إلى الطائرات القريبة عبر أجهزة اللاسلكي وفقا لبروتوكول وضعته منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة وهيئة الطيران المدني الأفغانية. في السياق نفسه، حضت الفلبين بحارتها على تفادي البحر الأحمر على خلفية الهجمات بصواريخ ومسيرات التي يشنها الحوثيون في اليمن، وتستهدف سفنا في الممر المائي الحدودي. وتزامنا مع تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أعلن بيان لوزارة الدفاع الأسترالية أن البلاد ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف بيان الدفاع الأسترالية أن توليها قيادة مهام البحرية المشتركة سيكون اعتبارا من أكتوبر المقبل.